وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ في سلسلة من الدروس الإملائية وسنبدأ هذه الدروس بالحديث عن أحكام الهمزة أحكام الهمزة وأول نقطة يجب أن نبينها في هذه المحاضرة هو الفرق بين الهمزة والألف هناك فرق بين الهمزة والألف لا بد أن يعرف قبل أن ننطلق في شرح كامل همزة بإذن الله، الفرق بين الهمزة والألف يمكن إيضاحه من خلال النقطة الآتية، سنبدأ أولاً بإيضاح الهمزة، الهمزة إما أن تقع في أول الكلمة، وإما أن تقع في وسط الكلمة، وإما أن تقع في آخر الكلمة الهمزة التي تقع في اول الكلمة تكتب بهذا الشكل، اما ان تكتب هكذا الف وفوقها راس عين صغيرة، واما ان تكتب هكذا الف وتحتها راس عين صغيرة، واما ان تكتب هكذا. اذا الهمزة في اول الكلمة لها ثلاث صور بهذا الشكل، وفي وسط الكلمة لها أربع صور فإما أن تكتب على ألف هكذا وإما أن تكتب على واو هكذا وإما أن تكتب على ياء هكذا وإما أن تكتب مفردة على السطر هذا في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة لها أيضا أربع حالات إما أن تكتب بهذا الشكل على ألف أو أن تكتب بهذا الشكل على واو أو أن تكتب بهذا الشكل على ياء أو أن تكتب بهذا الشكل مفردة على السطر إذا أصبحت الهمزة تقع في أول الكلمة بهذا الشكل في وسط الكلمة في آخر الكلمة سنبدأ إن شاء الله تعالى بالحديث عن الهمزة في الحالات الثلاث الهمزه في اول الكلمه الهمزه في وسط الكلمه والهمزه في اخر الكلمه وقبل ان نبدا الحديث عن الهمزات سنبين نكمل الفرق بينها وبين الالف بالطريقه نفسها الالف في اول الكلمه الالف في وسط الكلمه الالف في اخر الكلمه بالنسبه الى اول الكلمه فانه يستحيل ان يقع الالف هنا، لذلك ليس في اول الكلمه الف على الاطلاق، الذي في اول الكلمه هو همزه وصل. وان كانت ترسم مثل رسم الالف الا انها تسمى همزه وصل. بالنسبه الى الالف في وسط الكلمه فانها تكتب بهذا الشكل. الالف في اخر الكلمه لها صورتان، اما ان تكتب بهذا الشكل واما ان تكتب بهذا الشكل الان لا يمكن ان يحصل لبس بين الالف وبين الهمزه الالف والهمزه تلتقيان في هذه الصوره نعم هذه مثل هذه مثل هذه الا ان الموقع يفرق بينها فاذا وقعت في اول الكلمه سميناها همزه وصل واذا وقعت في وسط الكلمه أو في آخرها فإنها ألف وليست همزة وصل. نعود الآن بعد أن عرفنا الفرق بين الهمزة والألف لنقول: إن الهمزة في أول الكلمة إذا رسمت ألف وفوقها رأس عين صغيرة أو تحتها رأس عين صغيرة هكذا فإنها تسمى همزة قطع. والتي تكتب ألفا هكذا همزة وصل، إذا أصبحت الهمزة في أول الكلمة لها حالتان. في حين أن الهمزة في وسط الكلمة لها أربع حالات، فنقول الهمزة المتوسطة على ثم نقول الهمزة المتوسطة على ألف الهمزة المتوسطة على واو الهمزة المتوسطة على ياء الهمزة المتوسطة على السطر بمعنى انها لا تكتب لا على الف ولا على واو ولا على ياء اصبحت اربع حالات والصور كما تلاحظون مختلفة والهمزة في اخر الكلمة لها الحالات نفسها إلا اننا نقول الهمزة بدل المتوسطة سنقول الهمزة المتطرفة المتطرفة لأنها وقعت في الطرف ثم نقول على ثم ألف أو واو أو يا أو الهمزة المتطرفة على السطر فأصبحت الحالات التي ستدرس في الهمزة إن شاء الله تعالى عشر حالات حالتان في أول الكلمة وأربع في وسطها وأربع في آخرها الالف التي في وسط الكلمه لن تدرس لانها لا تكتب اساسا الا على صوره واحده كالالف التي في عالم والالف التي في جامعه التي في جامعه الالف في اخر الكلمه لها صورتان لذلك ستدرس ان شاء الله تعالى وسنعرف ان هذه الالف تسمى الالف الممدوده وهذه الالف تسمى الالف المقصوره إذا في المحاضرات التالية إن شاء الله تعالى سندرس أحكام هذه الهمزة فنعرف متى ترسم همزة قطع ومتى ترسم همزة وصل متى ترسم متوسطة على ألف متى ترسم متوسطة على واو متى ترسم متوسطة على ياء متى, يا متى ترسم متوسطة على السطر هذه أربع حالات أيضا في آخر الكلمة متى ترسم الهمزة المتطرفة على الألف ومتى ترسم على الواو ومتى ترسم على الياء ومتى ترسم على السطر ثم ندرس بالنسبه الى الالف متى ترسم الالف في اخر الكلمه ممدوده ومتى ترسم مقصوره هذه الدروس المتلاحقه ستاتي ان شاء الله تعالى تباعا نلتقي باذن الله